اللي كان لابس ولي نهار اللي غادي يتضرب وها الضربه ديالو الموس ها هي خلي زهقه تنديدي كرا واخا قالوا لي هبيها ما بغيتش نرميها ها الضربه الموس ها الضربه القلب ديالو ها فين خشعالو تهيتون الله تهيتون الله ها الضربه قداش شتي واخوتي ها ولدي فين كانت تضرب وغالك تا كي طالي كلابس تضرب فيها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. شحال نقولك اخويا نهار 8/8 مع 3:30 ديال العشية جاو الجونات بجوج بيهم الاخ الاكبر 30 سنة والصغير 16 سنة اللي كان واقع عليه المشكل مع الابن ديالي على قبل 120 درهم على تليفون كانوا تبيعوا تشرا في تليفون ملي ولدي عطلو الفلوس ما بغاش يشد الفلوس كيقول له التليفون ولدي كيقول له مابقاش عندك التليفون بقات هكاك مشى جاب له خاه كبير جا خشى له موس في قلبه مع 3:25 باب الدار عندي شادهم جوج ديال الكاميرات كيفاش ترصدوا له كيفاش شدوا كيفاش الساعه اللي كنسمع انا ماما وكنخرج كنلقى ولدي مصمت في الارض ناعس وهذا عندنا الكبير اللي ضربوه بالموس فوق من راسه دايرها انا ديك ديالها ما فهمتها حتى فات الواقعه وحتى شافت الكاميرا بانه كان هابط عليه بالموس وولدي مكالي له يده بالموس وولد اخر كيفك فيه والبروس الصغير كيشتف عليه على رجليه خرج سمعت ماما وخرجت كنطل كنلقاهم ما نقولكش راك دابا نقولك ام غتشوف ولدها محامين عليه جوج غبطينو في الارض راه ما غادي خرج كان جري طرت على الصغير هادشي اللي كنقول لكم كان راس دار كاميرا وكله راه شافته راه شافوه رجال الامن جريت الصغير عندي عطيته واحد ثلاثه ضربات كل واش بينكم بينو علاش كنضربو الساعه اللي جريت انا الدري الصغير ولدي تسلم من الكبير خرج الخرجه اللي خرج وقف الوقفه اللي وقف ولدي الاخر شد الموس خشاه له في صدره 8 سنتيم قلب اوريه في دقه واحده تقبو نعم سيدي انت كان البارح عندك واحد الخبر اللي فرحك نعم عاودي لنا على الحاله اللي جيتي جا فيها الخبر البارح وشنو طرا لك في الشارع الحاله اللي جاني فيها الخبر انا خدامه انت كنخدم في المارشي خدامه جاني اتصالاتي فيما عند سيد الضابط السلام عليكم قال لي فين قلت له انا في المارشي قال لي انا باب الدار عندك اجي جيت حليت الباب دخلنا كان كي دايره قال لي راه واحد السيد باغي يهضر معاك قلت له مرحبا قلت له واش كاين شي بوشرة قال لي انت غتسمعي بودنك اتصل بالسير حموشي وعطاوني الفرحة كما كيقولوا عزاني وفرحني في نفس الوقت بانه عطاني الخبر ديال القاء القبض على المجرم عدنان قال لي السيد اللي قتل لك ولدك ها هو راه الاعتقال راه تشد في العرايش وما هابطين به عندك السلا ما نقولكش ما تصورش الفرحة ديالي ذاك اللحظة هو راه بالعلم بيا من ناحية ولدي اللي ضعت فيه ولكن الفرحه ديال الاعتقال ديال المجرم اللي قتل لي ولدي من بعد 5 شهور وسبع ايام ديال الفرار ديالو ما نقدرش نوصفها لك ما نقدرش نوصفها لك الحمد لله فرحت ماشي على شي حاجه فرحت لان ولدي غيرتاح في قبره وتا انا غنشوف الجونات واخدين نشوف المسار ديالهم كي غيكون الامن رزاوني في عوينه وحده كنت كنشوف بها وكنت كنتمنى منها بزاف الحاجات كنت كنترجى بالله بزاف الحاجات في ذاك الوليد ضربت عليه ثمره ديال بصح ولكن ما خلاونيش نكمل معاه دعيتهم لله وعدوني بان الدري الصغير هو غادي يتشد على اقرب 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 توقيت ان شاء الله غادي تجيني الاخبار ديالو وفوق هادشي كامل الدري الصغير حيت ماشي شي مجرم ولا هذا بقي الله بدا في الاجرام المجرم الكبير هو اللي كان عندنا فيه المشكل اللي تشد البارح لانه راه عليه 17 بلان محكوم 7 سنين غيابيه قبل ما يضرب ولدي وكان في حاله فرار وما كانش كيتشد راه الحمد لله الله يخليك تاج فوق راسنا سي الحموشي لان بفضلك انت بفضل الجهودات ديالك والخطط ديالك جبتيه ليا شنو نقول لك الله يجازيك بخير ما لقيتش باش غادي نقول لك ولكن الله يجازيك بخير الله يخليك تاج فوق راسنا فرحتيني الله يفرحك تدخل الجنه سي الحموشي وما ننساش من هذا المنبر حتى انا رجال الامن ديالي ديال الصلاه شنو نقول الله يكثر خيرهم حتى هما وقفوا معايا ساندوني كنت كنمشي كنهرهر عليهم كيما كيقبطوا لي بخاطري حتى هما يا تعذبوا معايا صراحه وكنشكر حتى القنوات حتى لان القنوات كاملين اللي دازوا عندي حتى ما عندهم دور اعلام عنده دور كبير دور كبير بانهم ساعدوني حتى هما في النشر ديال القصه ديال ولدي والمواطنين حتى هما ساهموا كذلك كومونتيرات وربما يقدر شي مواطن يكون كان شافني لانني انا في الاواخر بديت كنهز التصاور ديال المجرمين وليت كنشرهم في الفيسبوك ربما يقدر يكون شافوا شي واحد بلغ السلطات او الله اعلم المهم انايا خلاصه القول
المهم عندي وهو عدنان يتشد، عدنان تشد الحمد لله. البارح عاد نعس انايا ودابني النعاس النهار 8 8، والله القسم ما كنت كنعس ولا كنت كنعس. وفوق هذا الشيء كامل راه رجال الامن كانوا كيجيبوني في 3 4 الصباح كيدخلوني للدار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يخليك لينا الحموشي، الله يخلي الحمد لله بلادنا باقي فيها الامن لانه الامن الحمد لله، اللهم لك الحمد. باقي حتى كنت فقدت الياس ديالي، فقدت امل بان عدنان غادي يتشد، ما نكذبش عليكم. حاليا واخا ما كنتش كنبغي نقول، كنلقاوني الناس يقولوا لي راه حرك، كنقول غير ما تقولوهاش ليا ولا تشوفوه بعينيكم في اسبانيا ما تقولوهاش ليا. وفي الفون ديالي الداخل ديالي كان عندي 50% كاين هنا في المغرب و 50% ما كاينش، كنت كنهبط قلبي بزاف وما كنعرفش غادي ندير. ولكن الحمد لله تحققت الامنيه ديالي، عدنان تشد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. رئيس المنطقه فوق راسي من الفوق هو اللي جا البارح تخلاني، هو اللي اتصل ليا بالسي الحموشي، هو اللي جاب ليا البشره. انا بغيت ربي يفرحهم بالجنه وما عمرهم نساوني. انا ماشي كنبالغ اولا كندير، رئيس المنطقه ولدي مات وكيدير يدير ويجي ويعيط يقول لي فين تقولوا في الدار، يقول لي حليوا الخروج كي بقيتي شويه. وسامي ما سامي ما تنكذبش ما تنكذبش، كان كيجي عندي كيواسيني، هو اللي جاب لي الخبار، هو اللي هضر مع السي الحموشي تعطوني الخبار وعطوني البشره ووعدوني بان حتى المجرم الثاني ان شاء الله جاب الله في هذا الاسبوع غادي يكون عندي هنا في هذا الاسبوع. اللهم لك الحمد، الله يجازيهم بخير. والرجال ديال الدائره ديال البحر تما راه شحال نقول لك، لو كان زعما كنت انا ويسمحوا لي لو كنت انا في الامن وتجي شي وحده دير داكشي اللي كنت كندير انايا ما غاديش نتقبلها، وما تقبلوني تقبلوني. كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكركم بزاف، كنشكركم 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 رجال الامن بصفه عامه. ومن هذا المنبر تحيه رجال الشرطه والامن ديال العرايش، الله يرحم لكم الوالدين، كيف فرحتوني الله يفرحكم حتى نتوما، الله يعلي درجتكم. تحيه 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 رجال الامن العرايش.